عايز اخدكم لموضوع مهم جدا، نبدا مع ماراثون الكره المصريه. في تقرير قريته النهارده بيتكلم على ان في غضب شديد في النادي الاهلي، وان في نيه لتحويل الكابتن سيد عبد الحفيظ للتحقيق بسبب موضوع الدكتوراه الفخريه، او الفخ اللي اتعمل للكابتن سيد عبد الحفيظ في موضوع الدكتوراه الفخريه. وانا قريت التقرير ده ومش عايز اقول مين اللي نشره او منشور فين، ولكن في الحقيقه انا شايف انه تقرير مغرض وغير محترم. اولا، لا صحه بالمره من قريب او من بعيد بتحويل الكابتن سيد عبد الحفيظ للتحقيق في موضوع الدكتوراه الفخرية، أو الموضوع اللي ملأ السوشيال ميديا إن في جامعة أمريكية منحت سيد عبد الحفيظ دكتوراه فخرية، ثم بعد ذلك الناس اكتشفت إن الجامعة فنكوش. وأنا في بعض الأصدقاء بعتولي من أمريكا قالوا لي إن الجامعة دي مش فنكوش، وإن الجامعة دي حقيقية ولكنها جامعة صغيرة، وإن ناس كتيرة جدا بتحاول تخلط الأوراق، وإني على الإعلام المحترم أن يتوجه للسفارة الأمريكية لكي يتحقق إن هذه الجامعة موجودة، ويسأل في السفارة الأمريكية في مصر سيجد إن هذه الجامعة موجودة ومعترف بها، وإن مفيش نصب حصل على الكابتن سيد عبد الحفيظ ولا حاجة، ولكن هي الجامعة مش مشهورة أو ليس لها صيت وسمعة كبيرة، ولكن العملية لا فيها نصب ولا فيها احتيال، وإنما هي بعض الصفحات المأجورة أرادت أن تصيد في الماء العكر، وبعض الإعلاميين الفنكوش والتعبانين اللي بيكرهوا سيد عبد الحفيظ أرادوا أنهم يكبروا الموضوع ويعملوا من الحبة قبة. وأنا مع الرأي ده بتاع صديقي اللي بعت لي الرسالة بالأمس. أنا مع أن عليك أن تذهب إلى الجامعة الأمريكية يا من تكذب في هذا الموضوع، ولما الجامعة الأمريكية تديك مستند رسمي السفارة الأمريكية اذهب إلى السفارة الأمريكية، معذرة، اذهب إلى السفارة الأمريكية وهات منها مستند رسمي إن الجامعة دي فنكوش ونصابة، بعدها إحنا هنصدقك ونقول لك الله ينور عليك. لكن ما دام ما معكش مستند وما معكش ما يفيد وكلامك هو والعدم سواء، يبقى ما تلزمناش، وانت اللي كذاب وانت اللي فنكوش وانت اللي نصب. وانا بثق في ذكاء سيد عبد الحفيظ، يعني انا لا اتصور ان الكابتن سيد عبد الحفيظ بالسذاجة اللي تخليه يقابل واحد ولا يقابل وفد ويقول عليه كان يوماني او يحط نفسه في الموقف ده، لان سيد عبد الحفيظ يعلم جيدا انه حراق، وسيد عبد الحفيظ يعلم جيدا انه بيوجع، وسيد عبد الحفيظ يعلم جيدا انه الدنيا هتقوم ومش هتتقلب على اي حاجه بيعملها سيد عبد الحفيظ، فليس بالبلاهه والسذاجه انه يقع في الفخ ده. لا، الكابتن سيد عبد الحفيظ محترم ويجمع ما بين الاعلام وما بين النجوميه في الكوره، لانه راجل نجم كوره، ولما اعتزل اشتغل اعلام ودرسه وكان من مقدمين البرامج المتميزين، ثم بعد كده عمل في اداره الكوره وتميز ونجح ويعرف ياخد خطواته كويس. مش سيد عبد الحفيظ اللي هيتصور جنب حد نصاب، ولا سيد عبد الحفيظ اللي هيقف جنب حد يضحك عليه. ولكن انا مع كامل الاحترام لكل التقارير اللي اتكتبت، انا اؤيد الرأي اللي بيقول طلع مستند. مالناش دعوة بقى المصري اليوم بيقول لك ان هو عمل محاولة ومش عارف دخل على الموقع الرسمي وقالوا له وقال لي وقلت له وعد لي وعدت له، كل الكلام ده ملوش اي لازمة في اي 60-30 لازمة. روح للسفارة الامريكية وهات مستخرج رسمي او هات ورقة رسمية تفيد ان الجامعة دي وهمية وان اللي حصل ده نصب واحتيال، وقتها الناس تصدقك. غير كده انت اللي كذاب وانت اللي نصب، ايا كان مين اللي كاتب، مع كامل الاحترام للجميع. ده ردي بس، لان الناس بصراحه فاض بيها، وكل واحد بيكتب وكل واحد بيالف ومفيش حد معاه مستند. مفيش حد معاه مستند على اي حاجه.
فأنا بقول لكم يا جماعة الموضوع ده ليس نصب وليس احتيال، وإن ناس كلمتني من أمريكا وأكدت لي إن هذه الجامعة موجودة ولكنها جامعة صغيرة وليست ذات صيت كبير، ومش ولكن موجودة، ولم يتعرض سيد عبد الحفيظ لنصب، وإنما اللي حصل حقيقة وتمام ومية مية. هذا ردي على كل المشككين في موضوع سيد عبد الحفيظ.